هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس البلغاري رومان راديف، وامبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الأخبار وأخبار تانية في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس البلغاري رومان راديف تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، وأكد الرئيسان عزمهم على الاستفادة من الزخم اللي بتشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون لأفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، واستعرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. بدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. وجه مدبولي بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معارض أهلا رمضان ومعارض أهلا مدارس. موجهاً وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسؤولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة. أيضاً امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيراً إلى أنه في ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة، وأيضاً التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة لاستبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، فقد أصبح من الضروري تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدى إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التموين المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة ليهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منه بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية. كما أشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة. كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.